السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا جاي أتكلم معاكم على جزئية صغيرة في chapter Infectious Diseases عن جزء Surgical Medical Prophylaxis Procedures اللي بنتبعها في المستشفيات المفروض أو المفروض تطبق يعني. طبعا هم بيتكلموا على عندهم وإحنا بنتكلم على عندنا. إحنا عندنا لو اتكلمنا على أرض الواقع، الناس اللي شغالة practical في المستشفيات، تلاقي مريض داخل لك عملية أيا كان نوعها إيه، كبيرة صغيرة، clean مش clean surgery، أيا كان نوعها، يترزع antibiotic قبل ما يدخل بيومين ثلاثة ويغطي لك aerobic وanaerobic، يطلع لك من العملية واخد له كورس مدة أسبوع aerobic وanaerobic. وساعات الدكاترة يجودوا يقول لك إيه، نغطي المرسى. طب يا عم هو عنده مرسى ما تعرفش، بس هو إيه يدي يرزع فانكو طالما موجود في المستشفى، خسارة ما يتصرفش. ده المبدأ يعني. فالشابتر ده اهميته القاتله او سوري الجزء ده من الشابتر ده، هو الشابتر ده كله مهم جدا جدا بطريقه فوق ما انت تتخيلوها، ولكن اهميه الثلاثه سلايدز دول في التطبيق العملي يمكن اكتر من اهميته في الامتحان. يعني هيجي عليه في الامتحان سؤال ولا سؤالين، ولكن في التطبيق العملي مهم جدا عشان هيفرق قوي في تغيير كونسبتس مع الدكاتره ومع يعني مع استخدام الانتيبيوتيك، هيرشد استخدامه بطريقه عاليه جدا. تمام، مش هاخد من وقتكم كتير، وانا عايزه الجزئيه دي ما تاخدش وقت طويل عشان ده جزء صغير. اول حاجه هو بيقول لك ان في حاجه اسمها ريسك فاكتورز. طبعا هم عندهم ان الريسك فاكتورز دي اساسيه قوي في حساب ان البيشن ده يعني يستحسن ياخد انتيبيوتيك ولا ينفعش ياخد انتيبيوتيك. بالنسبه لنا احنا كده كده البيشنت ريسك فاكتور، احنا عندنا ريسك فاكتورز، بس هنقولها بسرعه ان التكنيكس بتاعتنا مش اسبتك ولا اسبتك، يعني سبتك ولا اسبتك. طبعا احنا عندنا اكيد مش محتاجين نقول هي عامله ازاي في مصر يعني. قال لك ان النورمال فلورز نفسها ممكن تعمل لك انفكشن، فخلي بالك ان البيشنت في اكستريمز بتاعت الايج اللي هو كبير قوي في السن او صغنون قوي صغير قوي، الاوبيسيتي عليها عامل، بتبقى سورس ان بتبقى سسبكتد انها يحصل لها انفكشن بريت عالي قوي، الهايبوكسيميا، النيوتريشن ان البيشنت بتاعي مال نيوتريشن، مش ذات الناس كالتشر قليله فالنيوتريشن بتاعتهم ضعيفه، فبالتالي سسبكتد ان هو برضو ياخد انفكشن. الدايبيتس ميليتس بنعتبرها طبعا انها بتقلل الووند هيلينج زي ما انا شايف، وكمان هو بيبقى اميونو كومبرومايزد، بيندرج تحت الناس اللي هي اميونو كومبرومايزد بيشنت. دي من ضمن الريسك فاكتورز اللي تخليك لازم تفكر انك لازم تدي دوز انتيبايوتيك بروفلاكتيك دوز ازي. تمام، طيب قال لك طب ايه اللي هستخدمه، ايه الانتي مايكروبيال ايجنت اللي انا المفروض استخدمها في وانا بعمل بروفلاكتينج. قال لك من الاخر انت هتستخدم يا فيرست جينيريشن سيفالوسبورنز اور انتي ستافيلوكوكال بنسلين. ده للناس اللي هي ايه، او يعني لما يكون عندي الكالتشر بتاعتي من السلن سيمستر. تمام، طب امتى زود الفانكومايسين والنينزوليد والدابتومايسين والحاجات اللي هي مش عندنا دي؟ لما يكون بيشنت مرسى او البيشنت عندنا حصل له هوسبيتاليزيشن قريب. بنعتبر البيشنت اللي حصل له هوسبيتاليزيشن قريب عندي في اقل من 3 شهور ان هو ايه، بعمله معامله المرسى. اوكي، طيب البرود سبيكتروم انتيبايوتيك قال لك بتستخدمها في حاله الكولوريكتومي، وهنتكلم عنها دي كولوريكتومي سيرجري بعدين شويه. طب انا باخد الدوز بتاعتي امتى، باخدها بوست اوبريتيف ولا بري اوبريتيف؟ لك بوست اوبريتيف عاده ما بنحتاجهوش، البوست سامعني، البوست اوبريتيف انتيبايوتيك عاده ما بنحتاجهوش الا في كيسز معينه وانا ذكرتها هنا ومكتوبه ان بوينتس. طب الحاجات اللي بتتاخد بري اوبريتيف هتتاخد قد ايه؟ قالك من نص ساعه لساعه قبل العمليه، وعادة ما بنحتاجش ناخد دوز تاني في وسط العملية unless ان العملية بتاعتنا كانت اكتر من 4 ساعات، عملية طويلة في النص والمريض متخدر معايا بنرزعه انتيبيوتيك اي في ولا حاجة، ولو ليه حسبة تانية لو ان عدت اكتر من 2 half lives للانتيبيوتيك اللي انا مستخدمها، يعني ايهما اقرب، لو العملية تعدي 4 ساعات او حسبة الانتيبيوتيك شفنا الهاف لايف بتاعه من قبل ما ندخل. طبعا العمليات بكون شايف ايه الانتيبيوتيك اللي اتصرف له، بشوف الهاف لايف بتاعه، طبعا ده كله من على الابس بتاعتنا من يعني من المونوجراف بتاع الدواء، بشوف الهاف لايف بتاعه، بحسب 2 هاف لايف
واقول لو العمليه هتاخد وقت اطول من اتنين هاف لايف يبقى لازم اعمل حسابي ان مثلا في الساعه الثالثه او مثلا في الساعه 33 دقيقه او في الساعه 4:15 دقيقه ياخد جرعه تانية. اوكي دي بس الحاجه الوحيده اللي تخليني. وعاده في العمليات الكبيره عاده العمليات ما بتوصلش 4 ساعات و5 ساعات، والارقام دي غير في العمليات الصعبه جدا، فكده كده بتبقى محسوب لها الحكايه دي بويل بريكوشن المفروض. اوكي طيب امتى اخد البروفيلاكسس بتاعتي؟ قال لك لو انا عندي لو موربيديتي ولكن معايا وان اوف ذا ريسك فاكتورز اللي انا اتكلمت عليهم فوق. يعني لو موربيديتي ما عنديش مخاوف قوي ولكن في ريسك فاكتور مهم، اوكي ريسك فاكتور من دول ده يخليني عايزه دي. فعشان كده نمبر 1 دي بالنسبه لنا مطبقه في مصر كلها. الهاي موربيديتي او هاي مورتاليتي خلاص خلصنا بقى، ان اساسا البيشنت ده اصلا عنده مشاكل كثيره جدا، والبيشنت دوت عنده داخل مثلا في عمليات ورا بعض ورا بعض ورا بعض وحالته وعنده الموربيديتي يعني والمورتاليتي ريت بتاعته عاليه جدا، احنا خايفين عليه جدا، فبديله بروفيلاكتيك دوز وانا مغمض عيني. لكن لو موربيديتي مع الهايمر وان اوف ذا ريسك فاكتورز اللي فوق، الريسك فاكتورز فوق دي ده كفايه اول واحده دي هتلاقيها مطبقه عندنا في كل مستشفيات مصر الاسبتيك تكنيكس. اوكي فيعني فكده كده هندي مش هنعارض، كده كده هندي البروفيلاكتيك دوز. طيب ايه هو اللي هناخده؟ الانتي بايوتكس انا حاولت الخصها واصغرها بحيث ان تبقى تو ذا بوينت كي بوينتس بالنسبه لنا في دماغنا. اللي شغال براكتيكال عايز يرجع لكل واحده في المونوجراف بتاعها مثلا على الابس بتاعته، عايز يرجع لحاجه معلومه فيها هم قدامك واضحين وصراحه، ادخل عليهم وشوف اللي انت عايزه. عايز تحسب هاف لايف، عايز تحسب مثلا دوز في ال في الرينال امبيرمنت، في الهيباتيك امبيرمنت، وات ايفر حسب الكيس اللي عندك. جاست انا بس جبت لك اسامي الانتيبايوتكس اللي يوزد، وانت عليك ان انت تكمل شغلك وقت ما تحب، يعني حسب الكيس اللي قدامك ارجع لها للمونوجراف بتاعتهم افيلبل وطرف شغل عليها. الناس اللي داخله امتحان نظري عندنا الفتره الجايه اعرفهم، انا صغرتهم لك كده حطيتهم لك في وان سلايد بحيث ان هم تو ذا بوينت يبقوا في دماغك متسيستمين. سيفازولين ده الكينج بتاعي في البروسيدور انتيبايوتيك بروفيلاكتنج. اوكي هو فيرست جنريشن سيمي سينثيتكس فالوسبورين، بديه حوالي 2 جرام و3 جرام لو البيشنت بتاعي اوبيس قوي اكتر من 120 كيلو. الديتيلز بالمظبوط وانت شغال براكتيكال هترجع فيها للابس بتاعتنا. في الامتحان انت مش مطلوب منك تعرف اكتر من 2 جرام و3 جرام في حاله الاوبيستي. اوكي سيفازولين ذا فيرست لاين بتاعنا هو عباره عن ايه؟ فيرست جنريشن سيفالوسبورينز بس. سيبكم بقى من العك بتاعنا اللي بنسمعه لما ودناننا بتبقى تعبت قوي في الشغل. السيفوكزيتين السيفوتيتان ده سكند جنريشن. اوكي الكلاندامايسين بستخدمها لما يبقى محتاجه اعمل انيروبيك كفرج بس جاست 900 ميلي جرام. الفانكو لما يبقى عندي مارسا سسبكتد وبديها بدوز 15 ميلي بير كيلو جرام، ولازم نخلي بالنا في الفانكو الدايليوشن بتاعه والريت بتاعه اهم حاجه. هندخل على العمليات بتاعتنا هنعمل فيها ايه. قال لك الجي اي بروسيدجرز كل البروسيدجرز بستخدم لها في الجي اي السيفازولين، وزي ما اتفقنا هما 2 جرام او 3 جرام لو حاله كبرت. طب اكسبشن قلت لك عليها في الاول الكولوركتومي الوحيده اللي في اسمه ايه ده في عمليات الجي اي تي اللي محتاجه لها برو سبيكتروم انتيبايوتيك. تمام طيب كومباينيشن انتيبايوتكس محتاجه ايه؟ محتاجه سيفازولين او سيفترايكزون مع ميترونيدازول، يعني اغطي ايروب وان ايروب، ده الوحيد اللي محتاج عمليه الكولوركتومي. طيب الهيد اند نك زي الكولوركتومي محتاجه برضو برود سبيكتروم. طيب عندي الجاينيكولوجي محتاجه سيفازولين 2 جرام بس في السيزيريان سكشن. شفتوا يعني الناس دايما دي سيزيريان دي في كل بيت الحمد لله موجودة، سمعنا عنها قريب بعيد الشخص نفسه هو اللي بيسمعني دلوقتي. سيزيريان دي كل الناس تاخد ايه؟ الكوماني كورس اوجمانتين محترم 5 أيام بعد العملية. ليه؟ وهي كلها سيفازولين 2 جرام يترزعوا المريض اول ما يتقطع من عليها السباينال كورد وبتاع البيبي وسوري ناس الكورد بس بتاع البيبي سباينال كورد ايه ناسفة الكورد بتاع البيبي بيديله ايه؟ 2 جرام سيفازولين وخلصنا. وهي في المستشفى تكون طلعت خلاص مش محتاجه انتبايوتيك، تاخد بقى مسكنات تاخد حاجات تانية جاست كده غير كده لا. ف
يعني هي مثلا دي حاجة من أضحقة الزمن يعني. وأكبر مستشفيات في مصر اللي بتولد ماشي على نفس الأوجمانتن ده، كأنه يعني هو ده المطلوب. أوكي، الكارديوثوراكيك عند الكاردياك والبالمونري ريسكشن والفاسكولار سيرجري. كاردياك عمليات القلب بتاخد 0.7 جرام، عمليات القلب. أوكي طيب، قال لك بص يا سيدي، عند في الفاسكولار سيرجري عمليات الأوعية باخد سيفازولين 2 جرام قبل الاندكشن، وباخد every 8 hours for 3 doses. يعني ده الوحيد اللي بعمل ريدوزنج، بدي جرعة كمان كل 8 ساعات لمدة 3 جرعات بس، يعني حسبة تقريبا يوم يوم ونص بعد العملية خلاص خلصنا اليوم، خلصت خلاص. هو يوم بعد العملية 3 جرعات في يوم، يعني كل 8 ساعات خلصت خلاص. تمام؟ اليورولوجيك indicated if the urine culture is positive before the surgery. يعني في عمليات اليورولوجي بقى طبعا ليها عمليات كتيرة جدا، قالك لازم بيسحبوا عينة يورين ويعملوا لها culture قبل البيشن يدخل العملية، عشان يشوفوا لو هي كان positive فيروحوا مدزين antibiotic. ليه؟ علشان اليورين اللي فيه positivity ده أو فيه infection ده ما يعمل ليش infection للwound اللي أنا عاملها. أوكي؟ فالدنيا سيمبل قوي عامة بالنسبة للامتحان، سيمبل مود. انت عادة الاختيار هيبقى سيفازولين، عملية في الهدو النك او كولوركتومي هيبقى هحتاج ارزع معاه ميترونيدازول او كليندامايسن او كده. قال لي البيشنت سسبكتد مارسا، هرزع معاهم فانكومايسن ونينزوليد. جرعتهم 15 ميلي جرام للفانكو بير كيلو جرام، والكليندامايسن بقى 900 ميلي جرام. اوكي طيب، الكاردياك عمليات الكاردياك كلها هو سيفازولين 2 جرام، اي عمليه ثانيه سيفازولين. اوكي، الا في الفاسكولار سيرجريز بحتاج 3 جرعات، جرعه كل 8 ساعات، يعني زياده اطمئنان فقط لا غير. اوكي عندي نائي كمان اليورولوجي، ما بديش بروفيلاكتيك انلس ان انا كان طالع لي بوست في الكالتشر بتاعتي قبل ما ابتدي العمليه. العمليات الطويلة بعمل ريدوزنج لو احتجت. اوكي، وقلنا بحسبها بحسبتين، يا اما بعد مرور 4 ساعات عليها، يعني هي خدت العملية واخدة اكتر من 4 ساعات، او عدت اكتر وقتها، خد اكتر من 2 هاف لايف بتوع الانتيبيوتيك المستخدم. اوكي بس خلاص، هي دي بالنسبة للامتحان سيمبل از ات از. بالنسبة للناس شغالة براكتيكال اتس سيمبل از ات از برضو، سيفازولين فيرست تشويس او اخواته فيرست سيفالوسبورن فيرجينيس سيفالوسبورنز، سيفازولين هو كينج بتاعهم. عايزين نشوف بدلاء، ارجع للابس بتاعتي اللي انا بستخدمها في شغلي، هعرف البدلاء. هو عاده الباقيين هيبقوا بترتيبهم اقل في الاهميه حسب المتوفر عندنا في المستشفى، يبقى ارجع للابلكيشنز بتاعتي الابلايد ليكزي مثلا او اي ويب سايت محترم، ارجع منه ايه البديل لي عشان اعرف اصرفه. اوكي سيزيريان يا جماعه، الناس كلها بتولد سيزيرين اليومين دول، كل ما في الموضوع هتاخد جرعة 2 جرام، جرعة واحدة بعد ما الكورد بتاع البيبي بيتقطع من الأم، خلاص بتاخد الجرعة بس، جاست مش كورس أوجمانتن بعد ما تطلع، أرجوكوا يعني. بس that's all، أتمنى لكم التوفيق في كل المنهج مذاكرة، وان انتوا يعني تتعلموه ويدخل جوا دماغكم كده، وتلاقوا تعرفوا تستخدموه وتأبلاي في شغلكم، واتمنى لكم التوفيق في النجاح، يعني تنجحوا ان شاء الله باذن الله في الامتحان. توفيق من عند ربنا، النجاح في امتحان الامريكان بورد ده توفيق تام من عند ربنا، وبراكتس طبعا، واخذ بالاسباب ان انتوا تبراكتس كويس قوي 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 على نوعيه الاسئله وعلى السرعه في التفكير، وانك بعينك تاكسكلود حاجات وتابلاي حاجات. فربنا يوفقكم وينجحكم، ونسمع عنكم احسن تقديرات في الشغل أهم يعني في الشغل، ومنفعة الناس مباشرة للمريض سواء الناس حواليكم أو في الشغل اللي انتوا شغالين فيه في مستشفيات. وبإذن الله بإذن الله، يعني يا رب دايما من نجاح لنجاح، يعني يا رب. السلام عليكم.